في الأحاديث الضعيفة والموضوعة والباطلة احذر من حدث عني بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذب احذر من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من مقعده من أحاديث ضعيفة إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي ولم يستطل بها على خلقي ولم يبت مصرا على معصيتي وقطع نهاره في ذكري هذا الحديث حديث باطل قال الله عز وجل إني والإنس والجن في نبأ عظيم أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر سواي خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد تحبب إليهم بنعمي وأنا الغني عنهم وتبغضون إلي بمعاصيهم وهم أحوج ما يكونون إلي أهل ذكري أهل محبتي أهل شكري أهل نعمتي أهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي إن تابوا إلي فأنا حبيبهم وإن لم يتوبوا إلي فأنا طبيبهم أبتليهم بالمصائب حتى أطهرهم من الذنوب والمعايب والحسنة عندي بعشر أمثالها وأنا أرأف بالناس من الأم بولدها هذا كذب الحديث ما وسعتني أرضي ولا سمائي ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن هذا باطل لا أصل له لا أصل له. لم يرضى بقضائي ولم يصبر على بلائي فليخرج من أرضي وسمائي وليلتمس له ربا سواي صلوا وراء كل بر وفاجر هذا الحديث ضعيف ضعيف عبدي أطيعني تكن عبدا ربانيا تقول لشيء كن فيكون هذا كذب كذب أنت تريد وأنا أريد ولا يكون إلا ما أريد فإن سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد وإن لم تسلم لي فيما أريد أشغلتك بما تريد ولا يكون إلا ما أريد هذا كذب الجنة تحت أقدام الأمهات هذا لا أصل له والله لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى أهلك دونه أيضا هذا واهم ضعيف يعني وانتبه من القصص الواهية قصة الحمامة اللي عششت على الباب الغار والعنكبوت وكذا هذا أيضا ضعيف لا يثبت من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له هذا منكر إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان هذا حديث ضعيف وحديث أدبني ربي فأحسن تأديبي هذا أيضا حديث لا أصل له حديث من حج ولم يزرني فقد جفاني هذا باطل حديث الحجر الأسود يمين الله في الأرض يصافع بيعه هذا منكر أيضا انتبه اطلب العلم ولو بالصين هذا باطل انتبه صوم رمضان معلق بين السماء والأرض لا يرفع لزكاة الفطر هذا ضعيف انتبه أصحابي كم نجوم بأيهم اقتديتم كذب هذا موضوع كذب انتبه أبغض الحلال عند الله الطلاق ضعيف احنا الان متعرضين لفكي الكماشة ادخال الباطل في الدين واخراج الحق منه ادخال الباطل في الدين عن طريق ذكر الاحاديث الضعيفة والموضوعة في الاستدلال واخراج الحق منه انكار الاحاديث الصحيحة فانتوا لما تهملوا جهود اهل العلم وتقولوا الحديث اللي هم نفسهم طول عمرهم بيقولوا هذا حديث باطل وموضوع تطلع برضو تقولوا يا ضيعة جهود هؤلاء العلماء ليه انتوا ركنين جهد هؤلاء العلماء على جنب وبرضو الباطل تعودوا تقولوا فيه ليل نهار لماذا لا تبحثون لماذا لا تتعلمون تذكر ليس العلم بكثرة المسائل تذكر إنما العلم الخشية علم على الحقيقة مش ان كل ما اقول لك في مسألة تقول لي انا عارف اقوال العلماء فيها وقال فلان وقال علان والراجح في الخلاف كذا وكذا والدليل كذا وكذا مش ده العلم ده وسيلة الغاية ان تعرف ربك سبحانه وتعالى وان تقيم العبودية على وجهها كما ارادها منك رب العالمين سبحانه وتعالى ليكون مستقرك في النهاية الى الجنة
من الجهل. إذا هذا العلم ما كان يهدي صاحبه إلى رب العالمين تبارك وتعالى لم يزدد من الله إلا بعدا بسبب ثبوت الحجة عليه. وتذكر الدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. براهين حق أوضحت صدق قوله